سمح هذا التبادل المثمر الذي دامت أشغاله يومين إلى تبني جملة من التوصيات الملموسة والتي تشمل عدة قطاعات وتتمحور أهمها فيما يلي: إنجاز معهد إسلامي انطلاقا من سنة 2022 من طرف الجانب الجزائري، مواصلة تجسيد برنامج المنح المقدمة في مجال تكوين الأئمة لصالح الطرف النيجيري، مرافقة ومساعدة الطرف النيجيري في إنجاز منطقة تجارية حرة في أرليت، إنشاء آلية حدودية للتعاون والتنسيق تتشكل من خبراء أمنيين من البلدين، تكثيف عملية الترسيم على المستوى المراكز الحدودية، مواصلة عمليات التكوين في مجالات الشرطة والحماية المدنية والجمارك، تكثيف مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتفكيك شبكات التهريب.